كابتن عماد في دقيقة ونص كده رأي حضرتك في المباراة. مبروك نادي الأهلي، فوز طبعا مستحق ومتوقع يعني من ناحيتين. لو هنتكلم باختصار كده على الكوارتر الثالث والرابع، الكوارتر الثالث استمر التقدم للنادي الأهلي بالأداء القوي، بتشكيلات لعيبة قوية، خلص بفرق كبير، وصل ل 33 بونت، 24-9. برضو كان الديفنس المان تو مان كان مشكلة للجزيرة. في حتة واحدة بس بأشيد بيها بكابتن عمرو عاصم، ان بعد الإصابة اللي حصلت لرنا علاء والف سلام عليها طبعا، لعب زون اللي هو هاف كورت زون بريس، اللي هو دفاع ضاغط في نص ملعب، ودي اللي يمكن كابتن طاهر رجب كان اشار لها ان هو منطقي انه يلعب زون. بس برضو هو ليه اختار الزون ده في الوقت ده؟ عشان الاهلي ما كانش عنده صانع لعب صريح في الوقت ده، فاستغل الفرصه ان مفيش صانع لعب صريح، فعمل الزون ده اللي هو بيبقى فيه ترابات او اتنين لعيبه على اللعيب اللي معاه الكوره، ونجح فيه لحد ما. لكن طبعا زي ما قلنا الامكانيات الفرديه والتغييرات، كابتن طارق خيري طبعا مش هيسمح بده، هينزل بوينت جارد او صانع لعب في وقتها. دي الحته الوحيده اللي حبيت اشيد بيها، ان برده ده كوتش عمرو عاصم مصحصح وشايف الحته اللي ممكن يلعب عليها في حدود امكانياته، حاول. لكن مبروك الاهلي، الفرق كبير، فرق كبير جدا في الامكانيات وفي اللعيبه وفي كل حاجه. واعتقد ان فعلا السلسله زي ما بيقولوا هتمشي 3-0، الا لو حصلت مفاجاه، ودي يعني بنسبه ضعيفه جدا. اشكرك كابتن عماد. كابتن ميشو، الف مبروك النادي الاهلي، يستحق، عمل جيم كبير. وفي نفس التوقيت اقول الف مبروك لنادي الجزيره، يعني نادي الجزيره بالوضع اللي هو فيه بعدم وجود محترفه، بقول له الف الف مبروك. بدا الحته اللي وصلته للفاينل، الاصرار ظهر مع نادي الجزيره في الفتره الاولانيه فقط لا غير، ما يقدرش يستحمل اكتر من كده. الفتره الثانيه بيستو كوبي من الفتره الثالثه، نعم الفتره الثانيه خلاص الموضوع بقى صعب جدا. 25-9 24-9 25-9 الفترة الثانية، الفترة الثالثة 24-9 24-9 الموضوع بعد خلاص تمام. هم عملوا، انا قلت لك احنا لو رجعنا في البداية، انا قلت لك ان هيبقى البداية بس هتبقى قوية، بس مش هيقدر يكمل. صحيح. وضع طبيعي، ده طبعا ما قصروش، جهاز فني ما قصرش، لعيبه عملوا اللي عليهم وزيادة. الفترة الرابعة خلاص الجيم موضوع يمكن منتهي، ودي يمكن اكتر فترة اللي هو اللي طلع فيها غير الفترة الأولانية. هو جاب 9 بونت 9 بونت، جاب طبعا 16 بونت، خلاص الجيم يعني الجيم خلاص، نادي الأهلي الريتم بتاعه خلاص ال 24، بعد كده راجع لل 25، بعد كده راجع لل 24، آخر فترة خلاص الموضوع انتهى، هو اللي جاب فيها 17 بونت، فده وضع طبيعي جدا. ولكن نادي الجزيرة يحترم على أدائه، أداء محترم، ألف ألف مبروك النادي الأهلي، يستحق. في طبعا جاب كبير في فرق الإمكانيات، ولكن أنا متوقع يعني إن الموضوع حتى في اللي جاي هيبقى بنفس الريتم، ومتهيألي انها يعني هتخلص 3-0. اشكرك كابتن ميشو. كابتن سلعوي، طبعا الحمد لله مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق ومتوقع زي ما توقعناه. هارد لك لنادي الجزيره، ادت مباراه جيده، مدرب واعي، مدرب نادي الجزيره عمل تغييرات تدل على انه مصحصح في المباراه، لكن القماشة اللي معاها هي دي. الفوارق والتغييرات في النادي الأهلي أدت إلى ظهور الفرق. نعم. يعني الأهلي عنده قماشة كويسة يقدر يستخدمها. طارق خيري قدر يريح اللعيبة، لأن نظر لأنه عنده 3 مباريات، قسم عليهم المجهود. طبعا ده ذكاء من مدرب النادي الأهلي. هو طارق خيري بصفة عامة عامل حالة في الفرقة جيدة جدا، ما كانتش موجوده قبل كده بصراحه، يعني او كانت موجوده على استحياء، لكن في حاله مع عدد النجوم ده. لا دي حاله، لانه لما بيبقى عندك نجوم كتير بيبقى ده بيعاكس ممكن ساعات على بعض الامور النفسيه، ولكن قادر هو يخلي يعني الحمد لله ما فيش مشاكل في الفرقه. الفرقه ماشيه بخطى ثابته. طول زي ما اتكلمنا انا وانت في الاستوديو اللي فات، وقلنا ان الفرقه دي لازم تتجه الى البطولات العربيه والافريقيه، لان بالنسبه للمحلي ما يعني اصبحت المنافسه شبه صعبه، شبه صعبه. عايز اقول كمان ان يعني ده لا يقلل من كفاءه طبعاً نادي طبعاً الجزيره. وقد نادي الجزيره يعمل تدعيمات السنه الجايه، نلاقي شكل افضل وافضل يعني. وانا اتمنى يعني بصراحه من مصلحه النادي الاهلي ان نادي الجزيره يبقى شكله كويس وسبورتنج، ويبدا يعمل تدعيمات عشان
طبعا تعود للمنتخب ويبقى في منافسه صحيح. تقدر ان تتمتع فيها. ومبروك للنادي الاهلي، واعتقد الماتشات الجايه هتبقى على نفس المنوال. اشكرك كابتن سلعاوي وكابتن طاهر. انا بتكلم بقى ان الباسكت لغه ارقام، الارقام موضحه موضحه ايه اللي حصل او ايه اللي كوننا 34 بونت يعني ده ما توقعناه، وفي نفس الوقت ده بيوضح ان ممكن يبقى ايه السيناريو للماتشين الجايين. نعم. او الاربع ماتشات عشان ما نبقاش المكسب طبعا يعني يوضح ان البطوله باذن الله هتكون للاهلي، والف مبروك الماتش ده. بس انا كنت عاوز طبعا اشيد بالاداء بتاع لعيبه الاهلي، وكذلك اشيد بالاداء بتاع لعيبه الجزيره، على اساس ان لعيبه الجزيره ده مش من واقع كاتشانا للماتش ده بس، انما كون ان هو يوصل للفاينل في الكاس وفي الدوري ده اكبر دليل على ان الراجل المدير الفني عمرو عاصم اشتغل مع الفرقه دي من اول السيزون كبلان وكاستراتيجيه وكانتقاء لعيبه. واحب اذكر كمان ان في ثلاث لعيبه من الاساسيين من نادي الجزيره هم ولاد النادي الاهلي اصلا. صحيح صحيح. ودي برضك تذكر للناشئات النادي الاهلي يعني.